هاي، اليوم رح أوريكم روتين كوكي اليومي. بقيت أقول لكم أن لازم تنظمون الأكل حق قطتكم. أول شيء أعطيتها صدور دجاج مع زيت السلمون وشيزر، بعد هذه وجبة الصبح، وبعدين رح أمسكها وأمشط شعراتها عشان تسقط الشعر يخف. وجبة الغداء دراي فود من رويال كانن، وبعدين رح ننظف اللتر بوكس طبعا بعد وقت طويل. خلال اليوم راح أعطيها مكافأة، إنها كانت مرة شاطرة، مرة تحبهم وتتلقف لما تشوفهم. بعدين راح ألعبها بلعبة الليزر لحد ما تدوخ. وآخر وجبة اللي هي وجبة العشاء طبعا شيزر مع زيت السلمون والدجاج، وبالعافية على كوكي. وجاء وقت النوم، شايفين الدنيا ظلام، وراح تظل تلعب. تحب تلحس أصابعي كثير مو شوي، وتحب تنام بحضني وتمسك يديني. بس باي باي.